ومنذ لحظات قليلة أعلنت بداية تحدي جديد. مسيرة الأشواط الرئيسية تتواصل بتقديم الأسماء الكبيرة العملاقة. هنا مشاهدين الكرام ينطلق الشوط الرئيسي، شوط القعدان المفتوح، بانطلاق ممتاز وبقوة وحضور من الشعارات القوية من الأسماء الرنانة التي أعلنت عن حضورها وأعلنت عن أيضا تقديمها لجديدها. حدد الهدف وبالتالي جاءت ساعة الصفر، حانت ساعة الحقيقة في ميدان المرموم. مباشرة إلى المركز الأول، من يقود هذا السرب؟ هناك نشوان سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي يقدم نشوان وينطلق بشعاره البرشلوني مع المقدمة. المركز الثاني، السيل يحتل المركز الثاني، انحدر السيل على الصدارة للسيد مرزوق بن راشد المري في ثاني المراكز مع سيل. المركز الثالث كفو، يصل كفو، ينطلق كفو للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، وهذا الاسم المميز الذي ينطلق شعار بن مرخان على ظهره واسمه كفو. ما زال هو المسيطر، ما زال هو المبدع، ما زال هو المتفوق من بداية المسيرة. هل سيواصل نشوان أم أن الغزال يسجل ما سجلته زعبيل؟ السلام، تجاوز الغزال ليكون إنجازا آخرا يحسب في رصيد نجم المواسم الإعصار الغربي. نشوان يعود، يعود نشوان، لم يستسلم نشوان، نشوان الغزال، الغزال نشوان، نشوان الغزال، نشوان، 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 نشوان هو ملك الميدان. تهانينا لسعد بن عنزان بن خاتم النعيمي. المركز الثاني الغزال للسيد محمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث جاء فيه السيف صالح بن حمد القمرة. أما المركز الرابع فكان من نصيب علي بن حمد بن مقارح واسم زعفران. المركز الخامس وحتى المركز العاشر عند لجنة التحكيم، حكم أعصابك يلي بتحكم بفهد. شوفوا شوفوا وتابعوا كيف كانت الهجمة المرتدة الأخيرة بقيادة الكابتن اللي هو نشوان. 9 دقائق 15 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعد بن عنزان بن خاتم النعيمي على فوز نشوان وعلى هذا العرض الممتاز وعلى هذه الروح القتالية العالية. المركز الثاني كان من نصيب الغزال، توقيته 9 دقائق 16 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري على حصوله على المركز الثاني، والغزال كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المركز الأول، ولكنه جاء في المركز الثاني. المركز الثالث جاء فيه زعفران، وتوقيت زعفران 9 دقائق 16 ثانية، 8 أجزاء. تهانينا لمالك زعفران علي بن حمد بن مقارح المري على فوزه بالمركز